إطلالة لخص بها المسار. المسار الذي كتبه رفقة البارسا بأحرف من ذهب، فهو بكل بساطة من جيل الذهب الكتالوني، وتوج بالذهب. اليوم حضرت اللحظة التي لم يكن فيها يرغب، الوداع. الوداع من قلعة برشلونة حيث عاش وترعرع، كان طفلا حتى أصبح شابا، ومن بعدها رجلا لعب وسجل وخطف الأنظار. جيرارد بيكي أو فتى برشلونة المدلل يعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي. جيرارد وجد في مباراة الميريا المحطة الأخيرة له مع فريقه، الفريق الذي أحبه لدرجة الجنون، حتى قال يوما: ألعب لفريق ما بعد برشلونة؟ لا، ولا يمكن أن يحدث هذا. سئل لماذا؟ فأجاب: أنا برشلوني. نافذة بيكي في ملاعب كرة القدم مع برشلونة ولاروخا الإسباني كتب لها أن تغلق في 2022 التي لم يلعب فيها بيكي كثيرا رفقة بارسا تشافي في 35 من عمره. 19 سنة مرت، نعم مرت، من العمل والعطاء في عالم الساحرة المستديرة، في مشوار بدأه في البارسا عام 2000 قبل أن يلعب في تجربتين مع مانشستر يونايتد وريال ساراكوستا. لكن التجربة الأفضل له كانت مع البلوغرانا، حيث توج بكل الألقاب، كل الألقاب الممكنة. بيكي اليوم يودع الكامب نو، يودع جوان جامبر، يودع يوهان كرويف، يودع عائلة برشلونة الفريق كلاعب، لكنه لن يودع المدينة أبداً، المدينة التي أحبها وعشقها. وفي هذه الصورة يطل عليها بأعين ويقول: أحبك برشلونة.